حياكم الله مشاهدينا الكرام في بداية حلقة جديدة في بداية أسبوع جديد. إلى عناوين هذه الحلقة: تعزو الحديدة تحت وطأة الاستهداف الحوثي في إفشال لجهود الأمم المتحدة وخرق ميداني لاتفاق ستوكهولم. في سياق اغتيال أبي البرنامج النووي الإيراني، برلمان طهران يصوت على رفع رتم البرنامج النووي، والدول الأوروبية تنضم للدول المعادية لإيران.